مساء الخطيب. مساء الخير يا استاذ اماني. مساء النور، تفضل. يا استاذه، ما تم في ولد من اجتماع حلف الناتو كان عنوانه تحديد مسار القضيه الاوكرانيه والموقف مع روسيا. تمام. في اللحظه هاي يوم الخميس كانوا الروس والاوكرانيين بيتفقوا على وقف اطلاق النار في شرق اوكرانيا. صحيح. ووضعوا الاتفاق موضع التنفيذ انه يتم وقف اطلاق النار، العوده للهدوء، تبادل السجناء بين طرفين. تمام. بين الجماعه الانفصاليه في شرق اوكرانيا والدوله الاوكرانيه في كييف. ومن ثم بعدها البحث عن الاسلحه المفقوده والمفقودين. فوجئنا باجتماعات ويلز بالتصعيد اللغوي للسيد اوباما بانه لازم الروس يفهموا لماذا انشئ حلف الناتو. تمام. ويجب ان تشكل قوة عسكرية متعددة للدخول الى حدود اوكرانيا. وانتهى الاجتماع على ولا شيء من هذا الكلام، انتهى بانه سنقوم بفرض عقوبات جديدة على روسيا ولازم روسيا تلتزم بوقف اطلاق النار. روسيا اللي عملت وقف اطلاق النار. وفي عربيها في دولة بيلاروسيا في مينسك بحضور رئيس اوكرانيا. انتهوا من موضوع اوكرانيا وخرج اوباما في مؤتمر صحفي واعلن عن تشكيل تحالف دولي ضد الدولة الإسلامية في العراق. ضد داعش في العراق فقط لا غير. تمام. يعني داعش في سوريا هم ما لهمش دعوة بيه. التحالف مبني على قرارات مجلس الأمن. قرارات مجلس الأمن بتخضع الدول المحيطة بسوريا والعراق ولبنان لهذا القرار، اللي هي تركيا، إسرائيل، الأردن، إيران. فوجئنا بتحديد مسار الوفد الأمريكي جون كيري وزير الدفاع هيجل للمنطقة للأردن، السعودية، قطر، العراق. الأردن بالأمس قال احنا ما لناش دعوة بأي تحالف ضد داعش. أعلن. تركيا هي الجهة الوحيدة اللي بيقوم بأن عندها تهريب السلاح والأفراد والبترول الممول لداعش. تمام. يعني تركيا هي اللي بتشرف على عملية تهريب بترول العراق وسوريا وبتقوم ببيعه لشركات إسرائيلية وتعود الأموال، وهي بالحد الأدنى أسعارها أقل من 25% من السعر العالمي، لداعش وجبهة النصرة متقاسمين. يعني ليس هناك فرق بين داعش وجبهة النصرة. بالنسبة لنا احنا كعرب، هذه منظمات وجدت لتفتيت الشعوب العربية وتدمير الدول العربية بالزبط. والإجهاز على جيوشها. أيوة. هذا الهدف الأساسي بالضبط. يعني لاحظي دائما عنوان أي تحرك في المنطقة تحت شعارات إسلامية الهجوم على الجيش، حتى في لبنان لأصغر الدول العربية وجيشها من أقل تعداد وعدد وعتاد في المنطقة، برضو الهجوم على الجيش اللبناني من قبل داعش وجبهة النصرة. طيب من تبقى في التحالف اللي السيد وماذا بده اياه؟ قطر والعراق والسعوديه. العراق على ارضه المشكله، فهو اوريدي جزء من الحرب. تمام. قطر ماذا تمثل في هذا التحالف؟ هل هي ستناهض داعش وجبهه النصره ولا ستوقف تمويل داعش وجبهه النصره ولا ستوقف تسهيل نقل الجيوش الفرديه للافراد من الباكستان وافغانستان ومالي وليبيا والجزائر والمغرب لسوريا والعراق؟ ما هو دورها في التحالف؟ يبقى الهدف هون المملكة العربية السعودية والإمارات. المملكة العربية السعودية. خلينا بس بالمشهد اللي قدامنا هلا، ماذا تريد أمريكا من الإقليم؟ لماذا السعودية الآن مطلوبة؟ رغم أن هناك تحرك في الجنوب، السعودية في حال التحسب منه، في انقسامات قبلية وطائفية في اليمن، والسعودية تقع اليمن على حدودها الجنوبية. لما انخل داعش انا لمنطقة الانبار في العراق، فستصبح داعش على حدود السعودية في شمال المملكة. فتصير المملكة مشتتة بين الجنوب والشمال. تدفع المنطقة للتحالفات الجديدة ما بعد 3/7 انه تقول لها مصر انه السعودية في خطر، فلازم تتدخلي.
هذه الصناعة الأمريكية الحديثة. أما لو أراد أوباما أن يدخل المنطقة في حرب على هذه الجماعات الإرهابية التي قاموا بتصنيعها، والدليل عندك يا أستاذ أماني، لو بحثت ستجد جبهة النصرة في تحالف غريب في منطقة الجولان في القنيطرة ترفع علم جبهة النصرة والجبهة الإسلامية مع العلم الإسرائيلي اللي خرج منه من سنة 73. طيب أعيد العلم الإسرائيلي القناطرة، وتركيا خارج التحالف لأنها مستفيدة اقتصادي. لا إزاي ما إذا تركيا من عندها بمر الرجال بالضبط، هي بتستفيد السلاح والأموال وهي خارج التحالف. التحالف ضد مين؟ ضد سوريا. سوريا أوريدي فيها أرض محروقة وحرب على الدولة السورية صار له 3 سنين ونص، سيبك من قصة النظام والديمقراطية والثورة معلش. الحرب على سوريا، على سوريا الدولة والشعب اللي دفع الثمن، هم قبائل العشائر في شمال سوريا في حلب والرقة اللي بنعدموا كل يوم بالمئات على يد داعش وجبهة النصرة، مش إخواننا السنة في سوريا هدول؟ المأساة في الإعلام العربي والإسلامي في المنطقة العربية في مصر والسعودية والكويت، هم يتحدثوا أساس المشكلة. أنا هنقل اللي حضرتك قلته للكويت، وبشكرك شكرا جزيلا المستشار طه الخطيب، وهنقله فورا للكاتب